الوطنية المحترفة عقب أحداث مبارتها أمام اتحاد الحراش، إلا أنها تنقلت لتلمسان بمعنويات مرتفعة لمواجهة الوداد المحلي الذي يعاني منذ بداية الموسم. الشبيبة ضغطت منذ الدقائق الأولى وتحصلت على ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، حولها بن جلالي لهدف التقدم. ضربة الجزاء وهدف، والهدف الأول لصالح فريق شبيبة الثورة مع الجمهور الغفير اللي تنقل مع الشبيبة بعد هذا الهدف. العكس يعني، الوداد حاول الرد للعودة في النتيجة من خلال تغييرات خير الدين خريس بإقحام بناي وطويل، إلى أن التسرع في لقطة بلغري رابع والحظ في لقطة أنور بوجقجي لم يحالف الفريق. تضييع فرصة لا تعوض لبلغري رابع، وبناي مليحة من بناي بوجقجي والعارضة تخون. الوداد وصل الضغط دائما عن طريق اللاعب بوجقجي، لكن الحارس السفيون قدم ما عليه في هذه المباراة. الشبيبة حاولت الصمود ولعبت على الهجمات المعاكسة، لم يفلح فيها بالجلال في مضاعفة النتيجة ولا بريكسي في هذه المخالفة الخطيرة، لينتهي اللقاء في الأخير بفوز تمين من خارج الديار لشبيبة الثورة. هدف وحيد وينتصر فريق شبيبة الثورة بتلمسان بهدف.